تاني برضو بيتحكم في حكاية ردود أفعالنا فيما يتعلق موضوع الخصوصية ده، وهي معيار الفلك البرج. يعني انت برج ايه، فبالتالي هتسمحي للي قدامك يخش في منطقة كده قريبة ولا مش هتسمحي، هتقولي تفاصيل في حياتك ولا مش هتقولي، او هتقول او مش هتقول. البرج او الفلك وعلم الفلك بيتحكم برضو في الحاجات دي. يعني في ابراج تقولك عادي ما يفرقش معاها تدي الباسورد، تفاصيل كتير في حياتها تبقى معروفة وهي بتتكلم فيها، وفي ابراج تانية اوعى تيجي ناحية طرف الخصوصية. صح. ممنوع الاقتراب او التصوير. عشان كده احنا دلوقتي حبينا نعرف رأي الفلك ونعرف رأي خبيرة الأبراج حبيبة قلبنا مايا ناجي. ازيك يا مايا؟ ازيك يا مايا حبيبتي؟ ازيك؟ منورين البرنامج ودايما متألقين، وألف مبروك لأستاذ سامح حسين. الله يبارك فيك، منورة الدنيا والله. يعني مبروك علينا وجوده معانا حقيقي فعلا. يعني هو قولي أي حاجة يعني تفيديني بيها. ابتدينا بالبرج بتاع سامح. ما يبقاش راجل وثلاث ستات. برج القوس. ايوه برج القوس. بالنسبه للخصوصيه بقى، اولا برج القوس من الناس اللي قلبها ابيض قوي، بس القوس شويه تسيد، يعني ما يحبش شويه ايه؟ تسيد. تسيد يعني ما يحبش. منوره والله منوره. منوره. يعني ما يحبش الست اللي تخنقه، ما يحبش الست اللي مثلا اللي بتشتغل او اللي ليها حياتها، لا. يعني هو يبقى يعني تبقى هي متفرغه لبيتها وولادها، لان هو يعني شرقي شويه وغيور جدا. حقيقي. وفي نفس الوقت هي ما تسالوش رايح فين وجاي منين. يعني انت جاي وراسم عليها دور الملاك وانت كل ده؟ انت هذا الشخص ليه؟ ما انت كده الجبار شويه يعني. حلو. هو مش ديكتاتور. مش ديكتاتور. مش ديكتاتور. امال هو ايه؟ طيب ما تسالوش، هقول لك، ما تسالوش راح رايح فين وجاي منين. بس في نفس الوقت على الجانب التاني هتلاقيه زوج حلو جدا. هتلاقيه بيساعد في شغل البيت، ممكن هتلاقيه لو حاجه باظت في البيت بيعملها بايده. انت بتحسي ممكن لان احنا اللي بنبوظ. لازم نبوظ. فهو السيد بس مش ديكتاتور، ومحدش يجي ناحيه خصوصيته. بالظبط. خصوصيته بقى دي بتاعته هو جواه، لان هو كثير الضحك، فدايما يقول لك كثير الضحك كثير البكاء. يعني هو من جواه في حته كده مع نفسه، حتى لما بيكون زعلان او لا يكون عنده مشكله ما بيحبش يضايق اللي حواليه. ما بيحبش اسراره، ودايما تقول لي انت ما عندكش مشاكل، انت على طول بتضحك. لا، هو مش على طول بيضحك ولا حاجه، هو عنده مشاكل بس ما بيحبش ينكد على اللي حواليه، لانه انسان يعني مسالم، مسامح. مسالم جدا. مسامح حسين. انت بقى جدع جدا مع اصحابه. طب بص، تعالي ناخد لا تعالي ناخد الابراج، تعالي كده نتكلم يا مايا في الابراج اللي هي اكتر ابراج بتتمسك قوي بالخصوصيه، لا اقل ابراج بتتمسك بالخصوصيه. يعني تعالي العذراء طبعا بيتمسكوا بالخصوصيه جدا. والله العذراء قالت طبعا ده نمبر 1. هو احنا عارفين يبقى لينا خصوصيه ولا مش عارفه يا مايا انت ليه جايه؟ انتوا ايه انتوا الاثنين؟ ايوه بنات برج واحد. الله اكبر. بنات برج واحد. مفيش فايده. بس هي دي اخر البرج. انا اوله 27. انا اول العذراء. هي اول 27 8. ايوه قولي لنا بقى مالهم. قولي لنا. بنحب الخصوصيه جدا. صح. العذراء بيحبوا الخصوصيه جدا، وبعدين مش اي حد ضحك في وشهم بقى صاحبهم. بيعرفوا يفرقوا كويس قوي، وما بيخدعوش بالناس بسهوله. مش حبيبتي وروحي خلاص بقيتي صاحبتي، لا. فالعذراء ممكن يحكوا يعني احنا طبخنا ايه النهارده، ده الستات طبعا، الرجاله غير. احنا طبخنا ايه النهارده، الولد تعبني في المدرسه، البنت مش عارفه عملت ايه. لكن الحاجات الخصوصيه قوي لا تحب تقولها، يعني ممكن كمان تداريها عن مامتها عشان ما تضايقهاش. فعلا. ما بتعرفش تفكر. بصي قالوا هما الاثنين مع بعض. ده حقيقه جدا. بس اللي انت بتقوليه ده صح جدا. ده قوي. ده حقيقي. طب انا بفسرها من حاجات كتير قوي، ان هي حساسه، ما بتحبش تضايق اللي حواليها، ما بتحبش تنكد اللي حواليها. حاجه ثانيه انها حكيمه، بتخاف اللي حواليها يعني يبقى عارف اكتر فيتخانقوا، يعني بتخاف دايما، لان دايما بتفكر في بكره، عقلانيه جدا.
طب احنا جايبنا عشنا صباح الخير، تقوم قايله لك كل ده انا جوزي عمل و مايا دي كمان. لا مايا عشان احنا كده طبعا كل الكلام على العذراء في ناس كتير قوي عايز تعرف ابراجها كفايه كده اتفضحنا، بس انا عايزه قبل ما اختم معاكي اعرف انت قلتي اكتر من اكتر الابراج اللي بتحب الخصوصيه العذراء، ايه تاني؟ إيه لا ايه اكتر برج بقى مش فارق معاه نكمل ايه اكتر برج بقى مش فارق معاه هلهلي بيقول كل حاجه لكل الناس ولو الناس دخلت حياته عادي ما يتضايقش. طبعا هي الستات، نتكلم على الستات يعني ستات رجاله بسرعه الاثنين. الميزان، الميزان ست الميزان لو قلت لها صباح الخير تقول لك كل تاريخ حياتها. يا لهوي ميزانه ست الميزان طيبه جدا وبتثق في الناس بطريقه مش يعني ممكن تبقى. طب والرجاله؟ والرجاله لا الراجل عامه يعني صعب تجرجريه عن اللي جواه غير يعني لو يعني دايما الاصحاب بالنسبه للراجل ينزل يقعد مع صاحبه على قهوه يهزروا وده احسن حاجه لان الاصحاب في الرجاله بيضيعوا بعض لو فضفض يعني لو اشتكى من مراته ممكن حد يسخنه عليه. الراجل طبعا اللي ممكن يفضفض نورتينا والله ميرسي يا مايا ويعني ان شاء الله تنورينا كل مره كده لما بنتزنق في حاجه نكلمك حبيبتي ميرسي يا مايا ودايما منورين برنامجكم يا رب ربنا يخليك. عايز اقول لكم بس على حاجه